أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا التسجيل الجديد حول الرياضيات، حل تمارين درس الدائرة، صفحة 39 من كتاب التلميذ الخامس ابتدائي، وهو أول تسجيل حول حل التمارين، ولن يكون الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مع الحل أو مع حلول هذا الدرس، بالنسبة للتمرين الأول يقول: أرسم قطعة المستقيم، أرسم قطعة مستقيم طولها 8 سنتيمتر، علم النقطة O منتصفها، أنشئ الدائرة التي مركزها النقطة O وطول قطرها طول قطعة المستقيم السابقة، ما هو طول نصف قطرها؟ إذن نبدأ مع السؤال مع الجواب، ولكن يعني سؤالا سؤالا. إذا أرسم قطعة المستقيم طولها 8 سنتيمتر. إذا سوف نرسم قطعة المستقيم ويكون طولها 8 سنتيمتر، ثم علم النقطة أو منتصفها. إذا علمنا النقطة منتصفها، إذا كان طولها 8 سنتيمتر فإن النقطة ستكون في نصفها، أي 4 سنتيمتر طول القطعتين المستقيمتين اللتان مركزهما O. إذن ثم أنشئ الدائرة التي مركزها O وطول قطرها قطعة المستقيم السابقة. إذن إذا كان مركزها O فإننا سنأتي بالمدور أو الفرجر كما يسمى، ونضع شوكة المدور في مركز الدائرة، ثم سنرسم الدائرة. قبل هذا لا بد أن نقيس أن تكون فتحة المدور أو فتحة الفرجار حسب طول القطعة المستقيمة، فنضع شوكة المدور هنا ونضع قلم الرصاص هنا، فنأخذ قياس القطعة المستقيمة وقياسه 8 سنتيمتر، ثم نضع نحافظ على هذا القياس ونضع الشوكة هنا، ثم نرسم الدائرة. إذا رسمنا دائرة مركزها O وطول قطرها 8 سنتيمتر. ثم يقول: ما هو طول نصف قطرها؟ إذا كان طول القطر هو 8 سنتيمتر فإن نصف طول القطر سيكون 4 سنتيمتر. ومع الجواب، إذن طول القطر هو 8 سنتيمتر، وبالتالي فإن نصف قطرها هو 4 سنتيمتر. إذن هذا هو السؤال، هذا هو جواب السؤال أو التمرين الأول. إذن مع السؤال الثاني، لاحظ الشكل التالي وأجب عن الأسئلة الآتية. إذن مع السؤال الأول، أرسم أو عفوا سمي مركز الدائرة البرتقالي. إذن مركز الدائرة البرتقالية هو النقطة دي. إذن تلاحظون الدائرة البرتقالية هي هذه الأولى على اليمين، إذا مركزها والنقطة دي. ثم سمي مركز الدائرة الحمراء. إذا مركز الدائرة الحمراء كما تلاحظون هو النقطة O، وسمي مركز الدائرة الزرقاء الواقعة في الوسط. إذا الدائرة الزرقاء مركزها هو C. ماذا تمثل النقطتان D O بالنسبة للدائرة الزرقاء؟ إذا نذهب إلى الدائرة الزرقاء، نلاحظ النقطة O هي تنتمي إلى محيط الدائرة، ودي أيضا تنتمي إلى محيط الدائرة. إذا ماذا تمثلان؟ لاحظ ماذا يوجد بين دي وبين النقطتين دي وأو. إذا تمثل القطعة المستقيمة أو دي قطرا للدائرة الزرقاء. إذا لاحظ قطر الدائرة الزرقاء بين النقطتين دي والنقطة أو. هل النقاط دي سي او على استقامية؟ لاحظ إذن تلاحظ أنها نعم على استقامية واحدة. التمرين الثالث يقول: أرسم مربعا ABCD. إذا نرسم المربع ABCD، طبعا المربع جميع أضلاعه متساوية، إذا ABCD، ثم أرسم قطري. إذا نرسم قطري المستقيم، وهكذا تكون أو يكون قطر المربع. طبعا نرسم القطر من أجل أن نعرف مركز المربع. إذا رسمنا
قطري المربع، سمي نقطة تقاطعهما O، إذا سميناها النقطة O نقطة تقاطع القطرين. ثم أنشئ الدائرة التي مركزها O وطول نصف قطرها قطعة المستقيم OA، إذا قطعة المستقيم OA ستكون نصف قطر الدائرة التي سوف ننشئها. إذا ماذا نفعل؟ نأتي بالمدور ونضع شوكة المدور في النقطة O هنا، ونضع قلم الرصاص في النقطة A. بعد أن أخذنا القياس نضع الشوكة هنا في O ونرسم الدائرة التي مركزها O. إذا ستكون الدائرة هكذا. لاحظ أن جميع النقاط A B C D تنتمي إلى هذه إلى محيط الدائرة. إذا استنتج قطر الدائرة. تلاحظون إذا الجواب بما أن نصف قطر الدائرة هو OA، إذا لاحظ أن نصف الدائرة هو OA، إذا ماذا سيكون القطر؟ إذا فإن قطر الدائرة هو AC، طبعا ليس القطر الوحيد هو AC، وأيضا القطر BD، وهناك أقطار أخرى كثيرا يمكن تعيينها. إذا فإن قطرها هو AC وطوله 6 سنتيمتر وحسب طول المربع. بالنسبة للتمرين الرابع، أرسم قطعة المستقيم CD طولها 6 سنتيمتر. إذا نرسم القطعة المستقيمة التي طولها 6 سنتيمتر ويكون مركزها أو عفوا منتصفها النقطة E. إذا هذه هي القطعة المستقيمة طولها 6 سنتيمتر ومركزها عفوا منتصفها هو، لماذا منتصف؟ لأن في نصف القطعة المستقيمة. إذا في منتصفها أنشئ الدائرة التي مركزها التي مركزها النقطة C، لأن القطعة المستقيمة اسمها CD وطولها 6 سنتيمتر. إذا C هنا ودي هنا، إذا أنشئ الدائرة التي مركزها C، إذا سيكون المركز هنا في C وطول نصف قطرها قطعة المستقيم OC، إذا OC، إذا سيكون قياس نصف القطر هو OC. نأتي بالفرجر ونضع الشوكة هنا ونضع القلم الرصاص هنا، نأخذ القياس ثم نضع الشوكة هنا في C ونرسم الدائرة. إذا مركزها C كما هو مطلوب ونصف قطرها OC. ثم يقول أنشئ الدائرة التي مركزها D، إذا الآن مركز سيكون المركز هنا D وطول نصف قطرها قطعة المستقيم OD، إذا OD هي نصف القطر، وبالتالي سنأتي بالفرجار ونضع الشوكة هنا ونضع قلم الرصاص هنا ونقيس نصف القطر ثم نضع الشوكة ونرسم في المركز ونرسم الدائرة. إذا هنا هذا هو D، هو مركز الدائرة الثانية. السؤال الخامس، أنشئ الدائرة التي مركزها النقطة O وطول نصف قطرها 4 سنتيمتر. إذا هذه هي الدائرة، طبعا مركزها هو النقطة O ونصف قطرها هو 4 سنتيمتر. إذا نصف قطرها هو 4 سنتيمتر، هذا هو نصف القطر المعين أمامكم الآن طوله 4 سنتيمتر. أرسم قطرا للدائرة، إذا نصف القطر هنا أضيف نصف قطر آخر فيصبح عندي قطرا كاملا. علم النقاط A B C D على الدائرة. إذا هناك ملاحظة، وبعض التلاميذ لما يطلب منهم تعيين نقاط على الدائرة فإن بعض التلاميذ وليس جميع التلاميذ طبعا يضعون هذه النقاط داخل الدائرة. طبعا الدائرة ليست وسط الدائرة، ليست دائرة، هي الدائرة هي هذا الخط فقط، وبالتالي لما نعين نقاط فإننا نعينهم فوق الخط وهو خط الدائرة. إذا عيننا النقاط A B C D، أرسم الرباعي الذي رؤوسه النقاط السابقة. إذا سوف نرسم الرباعي الذي رؤوسه النقاط السابقة. إذا هذا هو المربع، رؤوسه هي النقاط A B C D. هذا كله تمرين وتدريب من أجل الاختبار. كم من دائرة يتكون الشكل التالي؟ ثم أعد رسم الشكل ثم قم بتلويه. إذا الجواب يمكن يتكون الشكل من 6 دوائر يمكن تلوينها بسهولة. إذا نحسب هذه الدائرة الأولى وهذا حيزها، ثم الدائرة الثانية والدائرة الثالثة والدائرة الرابعة والدائرة الخامسة. فإذا عفوا هو يتكون من
خمس دوائر، ست دوائر، واحدة اثنتان ثلاثة أربعة، والوسط الخامسة والكبرى هي ست دوائر، إذن يتكون من ست دوائر. إذن إلى هنا ينتهي لقائي معكم، وعلى أمل أن ننشر تسجيلات أخرى بخصوص حلول التمارين ودروس الرياضيات واللغة العربية بالنسبة لتلاميذ الخامسة ابتدائي ثم بقية التلاميذ. لا تنسوا دعم هذا التسجيل والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.